بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغه الانجليزيه للصف الرابع اعدادي، شرح وحل توضيح يونت 1 لسن 2. الصفحات راح ناخذها بالكتاب الملون هي فقط صفحه 8 بيج 8 وبالنشاط 3 و 4 و 5. شكرا لكم وشكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم الطيبه وتعليقاتكم الحلوه المحفزه المشجعه. شاركوا لكي تعمل فائده ويستفيد الجميع. زكاه العلم نشره الدال على الخير كفاله. نبدأ بسم الله. بالنسبة للفيديو السابق كنت شوية مستعجل، فأكو تمرين نسيت أسولف بي، فبس راح أشوفكم إياه. قال ورا ما تحل ذني اكتب 50 كلمة بمقطع إنشائي، هو مو مطلوب بس هم نحن حاط لكم إياه بالملزمة تقدرون تترجعوا له على مود اختصارا للوقت. هو مو مهم ولا مطلوب بس للتوضيح، يعني حتى واحد ذا يريد يضبط كلش أموره. المهم changes التغييرات، وهذا اليوم راح نحكي على زمن المضارع المستمر present continuous tense اللي هو موجود بصفحة 92 الشرح مات كقواعديا بالكتاب، يعني موجودة هنا present continuous المضارع المستمر. قاعدته انه تحط فاعل وفعل مساعد وبعدين فعل ing بالمثبتة، الاي طبعا تاخذ ام، وي يو ذي ياخذن ار، والهي وشي والات ياخذن از، وفعل بي ان جي بالنفي، ويا الفعل المساعد تحط نوت، تقدر تنفيل ام نوت، الار نوت تقدر تقول ارنت، والاز نوت تقدر تقول ازنت، وراها الفعل بي ان جي يبقى بالسؤال بس قدم الفعل المساعد على الفاعل. يعني من كانت اي ام راح يصير ام اي، اليو ار راح يصير ار يو، والهي او شي او ات از راح يصير is he, is she, is it، وهكذا are we, are you, are they، والفعل بـ ing تكمله وعلامة استفهام. وفي حال طبعا اذا كان السؤال نوبات احنا من 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 نقلبها انه am I، يعني اذا كان دي يقول I am working من نريد نسوي سؤال ما نقول am I. الشائعة والماشية بمناهجنا نسويها are you، are you working، يعني هاي الـ I am working الأفصح منهجيا تصير are you working هيجي. اوكي هي ذيك مو خطأ بس هاي الأكثر ماشية. واستخداماته وهالأمور شرحين احنا نخصصنا ان شاء الله فيديو خاص له، بس هسه حتى على السريع ما نطول عليكم. زين وصلنا اليوم وياكم يا أبطال الchanges التغييرات، ما بها أشياء مهمة، هي بس كمضارع مستمر سولفته، بس راح هيك الباقي لازم نقراهن للفائدة وكملاحظة نسولف بيها. ملاحظتنا المهمة اللي راح نسولف بيها هي من تشوف جملة شوف كبرها وبعدين حاط لك is low r، هنا أنا ايش راح تسوي؟ ترجع للاوف، راح تلقى اكو اوف، قبل الاوف هاي الكلمة اذا مفرد فتحكم انه هذه مفرد وتخلي is، هاي الاوف اذا قبلها جمع مثل ما راح تجينا اكو تمرين بالنشاط داحكي يعني على السريع على مود للمستعجل، من تشوف كلمة جمع فراح تخلي هنا ار والفعل تضيف لاي ان جي، شفتها اوف وقبلها مفرد فاز وفعل باي ان جي، شفتها اوف وقبلها اس يعني جمع فتقول ار وفعل باي ان جي، هاي للمستعجلين ويريدون يروحون. هسه اللي ما عنده شيء يبقى ويانا خليه هنا مثلا read and watch the topic sentences to the paragraphs below. اقرأ ووصل الجمل الموضوعية الافتتاحية للإنشاءات المقاطع الإنشائية أدنى. Number one يقولك the number of American university students learning French is falling. أعداد الطلاب بالجامعات الأمريكية اللي يتعلمون اللغة الفرنسية ديقل، فول يتناقص يقل، العكس العكس مال فولينج اللي هو رايزينج. اوكي والمرادف مال فولينج اللي هو جوينج داون، كلها ان شاء الله راح نشوفوها سبل تمارين احنا نقراهن ذني ونوصلهن. فاحنا للسهولة والسرعة راح نقرأ اول مرة من هنا بعدين نوصل المقاطع الإنشائية ويا جملهن، أربع جمل أربع مقاطع إنشائية وأربع مخططات بيانية رسومات بيانية، هذني الدايجرام أو الجراف
الهن مرادفن جراف اللي هو مخطط او رسم بياني. يقول read and match each paragraph with a graph، اقرا ووصل كل مقطع انشائي مع رسم بياني. فراح نبدي بالA. most experts think that there are around 6800. أغلب الخبراء يعتقدون بأنه يوجد حوالي 6800. but the number of languages، لكن أعداد اللغات in the world، في العالم، is going down، هو يتناقص. أغلب الخبراء يقولون أكو 6800 لغة بالعالم، لكن أعداد اللغات حاليا دا يتناقص. going down هي اللي قلنا عليها المرادفة السينونيم مال falling. اوكي، ليش خليت از؟ انتبهتوا اكو هسه هاي كلها حشي ما ياثر عندي، بس من شفت الاوف قبل الاوف الكلمه راسا مفرد، اذا احكامت هاي مفرد. linguists اللغويين علماء اللغه say there will only be 3000 by 200 2100. يقولون خبراء اللغه يقولون بانه سوف تكون حوالي فقط 3000 لغة بحلول سنة 2100. 2100 سنة 2100 راح تبقى بس 3000 لغة. This is because people prefer to learn the most common languages so they can communicate with others. هذا السبب يعود انه ليش راح يقل للنصف تقريبا او اقل حتى من نصفهم، ليش راح تنلغي هواي لغات؟ بسبب انه الناس تفضل ان تتعلم اكثر اللغات الشائعة، اكثر اللغات الشائعة والمستخدمة حتى يتمكنون من التواصل مع الاخرين. read newspapers from other countries and use the internet. تفيدهم اللغة الشائعة حتى يتواصلون مع الاخرين، يقرون الجرائد وللبلدان الاخرى ويستخدمون الانترنت. إذا تعلمت اللغات الشائعة مثل الإنجليزية العربية هالأمور ذني اللغات القوية. فهذه برأيكم المقطع هذا ده يحكي لنا على يا مخطط بياني يا جراف، كان ده يحكي لنا على إذا انتبهتوا على سنة 2100 بيها مخطط مال سنوات 2005 2025 و50 و75 2100 بي مخطط سنوات، وبي مخطط اعداد اللغات من ال 2000 ل 7000، فهي كانت 6800 يعني اقل من 7000 بشويه، وراح تبقى لل 3000 راح تقل هالقد انخفاض بها اللي هي falling او going down. اوكي، هاي اللي كان دا يحكي على اللغه اللي هي برأيكم يا هي اللي تحددها راح تكون number 3. it is difficult to say exactly how many languages are spoken in the world today. انه من الصعب ان تحدد بالضبط، ان تقول بالضبط كم عدد اللغات التي يتم التحدث بها في العالم اليوم. فهاي يعني هنا مربع هذا راح تكتبون A، و A راح توصلوها ويا الجراف 3. يعني وصلت ان شاء الله ما بيها شيء. بس جمله 3 تروح للاي والاي تروح للرسم 3، سوري للرسم 2، العفو الرسم 2 اللي هو مال انخفاض. سوري زين عيني اخو ما دختو. الجمله الثالثه هي الانشاء الاي وتروح ويا الرسم المخطط 2. زين هسه هذا حكي مهم، كله مو مهم، دا احكي دا اشرح هيجي بس للفائده للطلاع. الكلمات اكو مفيده، مثلا هاي مال اوف قواعديا، هاي مال المرادفات فولينج و جوينج داون مرادفتها وعكستها رايزينج و جوينج اب والامور. البي، the UK is one of the most popular destinations. UK يعني المملكه المتحده اللي هي يونايتد كينجدوم، وش بيها؟ هي واحده من الجهات المقصودة الأكثر شيوعا، الأماكن الأكثر سفرا الناس تروحها وتقصدها. ف
for example على سبيل المثال the number of Indian students أعداد طلاب الهنود studying in the UK اللي يدرسون بالمملكة المتحدة بريطانيا is rising هو دا يرتفع دا يزيد rising اللي هي going up دا يزدادون أعدادهم الطلاب دا تروح لهم هي destination جهة تقصد الأغلب الطلاب تروحها in 1999 في سنة 1999 it was 3000 كانوا بس عدد الطلاب اللي يروحون 3000 but in 2004 لكن بسنة 2004 it was 15,000 وصلوا لل 15,000 شوف ايش قد زادوا فهنا هاي دا يحكي لنا على ازدياد بعداد الطلاب بيا هي دا يحكي لنا ازدياد بعداد الطلاب هاي من 1999 لل 2004 وبدوا من 2000 وقال هو بين 2004 فمن 3000 صعدة وصلوا لل 15,000 فهذه المقطع الانشائي بي الصورة مالته او المخطط البياني هو 3 والجملة مالته راح تكون هي number 2 many students travel abroad to get a degree learn language or learn about a new country اغلب الطلاب تسافر خارجا خارج البلد مالتهم لكي يحصلوا على شهادة أو يتعلمون لغة أو يتعلمون شيء ما عن البلد الجديد أوكي؟ فهذه هي كانت عليها زين البعدها راح نروح على الباراجراف سي يقول لك in 1980 في سنة 1980 3285 students 3285 طالب received a university degree in French حصلوا على شهادة جامعية في اللغة الفرنسية and 4331 received a degree in Spanish 4331 ألف طالب حصلوا على شهادة باللغة الإسبانية in 2002 بالـ2002 only 2,396 فقط 2,396 students received a degree in French فقط هذول على الطلاب اللي أخذوا شهادات باللغة الفرنسية شوف يعني إيش قد يقلون الفرنسية من كانت 3000 لـ 2000 but 7,243 7,243 completed a degree in Spanish أكملوا شهادة باللغة الإسبانية في الإسبانية يعني زادت من 4,000 إلى 7,000 many people in the United States prefer to study Spanish أغلب الناس بالولايات المتحدة الأمريكية يعني يفضلون دراسة اللغة الإسبانية because they think it is more useful بسبب انه هم يعتقدون ان هي اكثر فائدة فهنا يا هي دا يحكي لنا على مقارنة بين اشياء اثنين دا يقارن لنا هنا المخطط رقم واحد دا يقارن بين اللغات اثنين اللي هي الفرنسية دا تقل عدد طلابها اللي يدرسوها بينما الإسبانية دا يزيد عدد طلابها اللي يدرسوها زين عيني فهذه وين راح تكون الجملة مالتها رقم واحد the number of American university students learning French is falling عدد طلاب الجامعات الأمريكية الذين يتعلمون اللغة الفرنسية دا يقل ويتناقص زين حبايب بقت لنا آخر شيء ال D It went up from 5,000 students to 12,000 students between 2009 and 2015. يقول لك إنه هي went up قامت تزداد من 5,000 طالب لل 12,000 طالب بين 2009 ل 2013. Most people who study Arabic learn it at university. أغلب الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية دا يتعلموها بالجامعة
then go to an Arabic speaking country to practice speaking and listening. ثم هم يذهبون إلى دولة تتحدث اللغة العربية لكي يمارسون المحادثة والاستماع. فهذه بتحكي لنا عن المخطط الرابع، تحكي لنا عن اللغة العربية ومتعلميها اللي هو دا يزدادون. فالأخيرة the number of Arabic the number of people learning Arabic، أعداد الناس اللي تتعلم اللغة العربية at university الجامعات is going up، دا يزداد. زين عيني، هاي كملناها، ما بيها شيء بعد، بس يقول لك read the examples، اقرأ الأمثلة، then do exercises A to D in the activity book، روح بعدين حل تمارين من A لل D بالكراسة. أشوفكم يا هاي بالنشاط، العفو شكلها ذني، قلنا rise اللي هي go up مرادفتها، والfall اللي هي go down مرادفتها، والرايز هي عكس الفول، والجو اب هي عكس الجو داون، وهالامور. زين حبايب، هذا اللي قلناهن اجوبتهن كانت هنا يا باراجرافات، وهذني مترجمات وكليتهن بالباراجرافات مالتهن والمخططات البيانيه مالتهن كاملات، تقدرون ترجعوا لهن. المضارع المستمر قلنا سولفنا بيه انه هو فاعل وفعل مساعد وفعل مضاف الى ing، بالنفي تضيف نوت للفعل المساعد، بالسؤال تقدم الفعل المساعد على الفاعل، وما بي شيء صعب. اكو دلائل زمنية له اللي هي now right now at the moment at the present time، بنسولف عليها ان شاء الله فيديو مخصص للازمنة والقواعد ولهالامور، بس هسه بدنا نحكيهن على السريع حتى وقت نلحق ما يطول الفيديو. هنا التمرين اي lesson 2 بالنشاط صفحة page 3 يقول put the verbs، ضع الأفعال in brackets بين الأقواس، هاي الأفعال بين أقواس تشبيهن، into the present continuous، ضعهن بالزمن المضارع المستمر. هو معرفني الزمن، أنا شلون أعرف الزمن؟ أولا هو يقول لي نوعية الزمن، هاي بعد لازم جبرت لازم عرفته، مو مال يقول لي هو سوي ليها مضارع مستمر وانا اقول بالله هو شي يقول، ده يقول مضارع بسيط لا مضارع مستمر، هاي ما مقبوله الحكايه. هو مبين ليها ده يقول لي مضارع مستمر، وشون اعرف اذا لقيت في الظروف زمان تخص هذا الزمن اللي هي now right now at the moment at the present time here today، هالامور ذني هواي اكو سولف بيهم، قلنا فيديو خاص لهن. ونوبات من معنى الجمله، معناها انه فشي ده يحدث بهذه اللحظه يدل على زمن التكلم. اوكي، في حال كل شيء ما لقيت وطفيت وما دافتهم، فارجع الامور للمضارع البسيط. اذا ما لقيت اي دلائل وما لقيت هو كاتب لي نوع الزمن وما فهمت معنى الجمله، فارجع للمضارع البسيط. اوكي زين، هسه هنا شلون راح احل بالمضارع المستمر present continuous؟ انا محتاج لو از، لو ام، لو ار، وفعل اضيف لاي ان جي. الام ما راح احتاجها لان ماكو فاعل اي، اللغت من عندي الآن بهذا التمرين داش، يعني محتاج لو از لو ار وفعل بي اي ان جي لهنا. اوكي زين، هنا انا شلون راح احكم على الاز والار؟ الاز تدرون بها المفرد والار تدرون بها الجمع. اغلب الطلاب راح يباعون وين؟ على اخر كلمه قبل الفراغ، شافها از جمع اذا راح يقول ار وفعل بي اي ان جي، شافها حرف عادي يعني مفرد فيقول از وفعل بي اي ان جي، اس اذا ار وفعل بي اي ان جي، فعل حرف عادي فيقول is فعل b-i-n-g، s فيقول r و-i-n-g، شافها حرف عادي فيقول is i-n-g. وهذه الشيء اكو راح تضبط وياهن، مثل هذني راح تضبط وياهن، مثل هاي مثل هاي مثل هاي، بس هاي راح توقعك بفخ. وهو ليش هنا أنا ما راح اعتمد على tourists، tourist ما تأثر عدي، تأثر عدي والاصح ويا كلية لازم تطبقه، انه اذا شفت جملة بها كلام هواية دور على حرف الجر of، كلمة of اذا لقيتها بوعل قبلها، هاي ال of قبلها مفرد اذا is فعل بي ان جي، هاي ال of قبلها مفرد اذا is فعل بي ان جي. هنا أنا ماكو of اعتمد على اخر كلمة، اكو of قبلها مفرد اذا is فعل بي ان جي، اكو of قبلها جمع اذا ار فعل بي ان جي، اكو of قبلها مفرد اذا is فعل بي ان جي. وضحت؟
خلينا نجي نشوف الأجوبة على السريع. حتى هنا أنا قلنا لنا كوف مفرد فإز والأضيف للجو ضيف ING مو للأب. دير بالكم للفعل أضيف مو الحرف الجار، فرح صير is going up. أوكي هذا ما أضيف له بس أنقله. هنا أنا off قبلها مفرد إذن is، ومنتهي بحرف E rise أحثه أضيف ING is rising. أوكي بالنسبة للقواعد أضافت ING أكو أفعال بس أنقلها أضيف ING، المنتهي بحرف E يحذف من ضيف ING، والمنتهي بحرف صحيح وقبله علة واحد مثلا sit منتهي بتي وقبلها علة فأضاعف التي اثنين وأضيف ING. هنا أنا منتهي بحرف S يعني S جمع فترافل كوست تكاليف السفر والرحلات فأقول R وفعل بING R falling. هنا أنا of قبلها مفرد إذن is وفعل بING is falling. هنا أنا of قبلها S إذن فهمت الجملة جمع sales of computers مبيعات الحاسبات فأقول O R rising R فعل بING. أوف قبلها مفرد فإذا is وفعل بING is going down وأضيف للفعل مو للحرف الجر. هاي خلصت الحمد لله. هذا تمرين ترى جدا مهم. هسأل شيء فيديونا أبطانا لكم كتبوا التعليقات الدقيقة اللي بدأ هذا التمرين بيها عند الطلاب تعرفه وترجع له لأن هذا أهم شيء بالفيديو. الباقي أنا أعتبره مو مهم للي يسألني على الأهمية وتبقى أنت وأستاذك أنت لأن مو زاري تبقى تيم المدرسة شوف الأستاذ شو يريد. هنا يعني التمرين بيقول لك write a word from the box اكتب كلمة من الصندوق هذني كلمات on each line على كل سطر. Look at students book page 8 to help you انظر إلى الصفحة 8 بالكتاب الملون الطالب حتى تساعد نفسك. عندنا ذني لازم تحفظهن وتفهمهن. rise بمعنى يرتفع، مرادفتها go up هم يرتفع، معاكستها fall دي ينخفض، go down دي يقل وينخفض، مرادفتها fall مرادفتها اثنين معناها يقل وينخفض، معاكستها go up، go up مرادفتها rise ومعاكستها go down، fall مرادفتها go down ومعاكستها rise وgo up. فهمنا هسه؟ يعني الرايز والgo up اثنين يرتفعن والfall وgo down اثنين ينخفضن وناس معاكسة الناس. زين إيش هذا مو مهم التمرين بس المهم كان ذني تعرفن ذني أمثلة جمال عليهن للي يريد للفائدة بس مو مهم بس حتى يشارك باليومي. The number of Indian students studying in the UK is rising أعداد طلاب الهندية تدرس بالمملكة المتحدة دي يزيد العفو. The number of languages in the world is going down أعداد اللغات تقل. The number of people learning Arabic at university is going up عدد الناس اللي تدرس في الجامعة يزيد. The number of American university students learning French is falling دي يقل وهالأمور كملناها. أوكي التمرين اللي بعدها هذا شوية مهم أكثر شيء أكثر الأهمية ما راح تكون بهاي الأسئلة بس احنا راح نقراها ونفهم كويتن للفائدة. Use the following information to answer the questions below. استخدم المعلومات أدناه للإجابة على الأسئلة أدناه. المعلومات التالية للإجابة على الأسئلة أدناه. هاي مطيني company كلمة معناها شركة. هاي دي مطانياها موجود شكلها بالقاموس. إذا تفتح dictionary قاموس راح تشوف الكلمة هيجي. لذلك افتحت قاموس إنجليزي إنجليزي. English English dictionary. خوش. فراح تلقى الكلمة وأشياء وياها معناها طبعا بالإنجليزي وياها أشياء ذني الأشياء شنو راح يوضح لنا ياهن هذا كأنما أنت دا يشرح لك بالقاموس إيش راح تلقى. لقيت الكلمة company لقيت بصفها نوعية الكلمة كاتب لك noun إنه هي اسم يعني يصير هي تجي مثلا اسم تجي فعل تجي كذا فهنا أنا جت هي noun اسم عنده يعطيك معناها بالمضبوط هي كاسم شنو راح يصير معناها. You can see ساح يشرح لي هاي الناون شو يقصد بها. You can see the word class تقدر تستطيع أن ترى تصنيف الكلمة صنف الكلمة إنه هي شنو هي وراء الكلمة رأساً يعطيك صنفها إنه هي اسم فعل صفة من هالأمور. If a word is a noun verb adjective or adverb هل الكلمة هي اسم فعل صفة ظرف نعم هي noun يعني هي اسم. أوكي وراها راح يعطيني
المعنى مالتها. معنى company بالانجليزي an organization of people for doing business، هي مؤسسة من الناس او مجموعة او منظمة من الناس شبيهم لعمل لاداء اعمال تجارية. زين، هان هنا ايش يقولك؟ يقول the definition tells you what the word means، هذا التعريف يخبرك ما الكلمة تعني، هذا تعريفها يعطيني معنى الكلمة. اوكي، وراها ايش راح يجيني؟ راح يجيني the example sentence shows you how to use the word، الجملة المثالية، جملة المثال تعطيني او توضح لي كيف يمكن استخدام هذه الكلمة. وراها راح يعطيك مثال، جملة مثال يقولك the company makes and sells computers، الشركة تصنع وتبيع الحاسبات، طاق جملة مثال كتب لك الكلمة، طاق نوعيتها هي من يا صنف من أصناف الكلام يا قسم من أقسام الكلام، بعدين طاق معناها تعريفها، بعدين الطاق جملة عليها حتى تفهمها شلون تستخدم، وراها راح يعطيك الرمز الصوتي مالتها. symbols often show you the pronunciation، الرموز غالبا توضح لك كيف اللفظ الصوتي التهجئ مالتها. يكتب لي company، company هيش تنقلي ك ك أ م ب ن ي company، هاي ال ده يبين لي الرموز الصوتية شلون حتى اتلفظها في حال انا ما عندي احد يقرالي او ما عندي تسجيل صوتي اسمعه، فهاي الرموز الصوتية توضح لي شلون اقرا الكلمة company. وراها ايش راح يخلي لي؟ هنا نرجع لشغله قبلها، اذا اريد نمشي نفس راح نمشي على نفس الترتيب، بس هي من هناك نفس كان نكمل. المهم على نفس الترتيب ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي هاي السينونيم مالتها، sometimes the dictionary tells you a synonym for the word، بعض الاوقات القاموس يعطيك او يخبرك بالمرادف لهذه الكلمه، اعطاني المرادف مالته، من يكتب لي synonym او same word او similar meaning مال company اللي هي firm، company هي firm اللي هي هم شركة. اوكي، وراح يعطيني هماتين الجمع مالتها شلون اضافت اس الجمع، راح يعلمني عليها لان منتهية بواي قبلها حرف صحيح فقلها بالواي الى اي وضاف في اس، فيقول لك you can see the plural form of the word if it is a noun، سوف تستطيع ان ترى صيغة الجمع لهذه الكلمة إذا كانت اسم. قال لي البلورال مال company هي companies قلب الواي إلى I وضع في S. وراها راح يقول لك you can see how many syllables the word has، يمكنك أن ترى كم عدد المقاطع الصوتية اللي تمتلكها الكلمة. المقاطع الصوتية هي من عدد حروف العلة نعرفها، هذا واحد هذا اثنين، والواي نبات يحسب كعلة فيصير ثلاثة في حال انا ارد احسب، وهي الافضل والاصح انه هي هاي مقطع وهاي اثنين وهاي ثلاثة، تقطع حرف العلة وقبله واحد صحيح وبعده واحد صحيح، هيك راح تكون تقطيعتها. فكامباني كامباني شوفني اياها، ويو كان سي وير ذا مين ستريس از، ويمكنك ان ترى اين التشديد الرئيسي عليها. فهنا أنا كا بالبداية، التشديد هنا أنا بالبداية كامباني كامباني، التجديد يعني قوة الصوت ده تبدي بالبداية. فهمتها هاي كلها زين عيني؟ بس تعال جاوب على هاي الأسئلة. Is company a verb or a noun؟ هل كلمة company شركة هي فعل لو اسم هنا جاية؟ هي اسم فتكتب noun هنا. How many syllables does it have؟ كم عدد مقاطع صوتية اللي بيها؟ فهي بيها استانا شفناها شقد بيها 3 1 2 3، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة، بيانات النقاط فهي بيها 3. Which word means the same as company؟ هي الكلمة اللي تعني نفس المعنى نفس company، السينونيم مالتها المرادفة اللي هي firm. okay. How do you write the plural؟ كيف أنت تكتب صيغة جمع؟ فهي companies أضافت S بس بحذف الواي وقلب الواي إلى I وأضافت S، هاي كلها موجود عندكم عيني هنا. إذن الأجوبة كلها كاملة.
اللي بعدها راح يجي ويسولف لنا شلون نستخدم القاموس، وينتهي ان شاء الله الفيديو مالتنا على السريع. نسولفه التمرين دي مو مهم بس للفائدة. يقول لك write the words in the box below in your notebook in alphabetical order. اكتب الكلمات الموجودة بالصندوق، يا هي بني الموجودات بني الكلمات يقصد بيهن، شلون اكتبهن بيا طريقة بالدفتر مالتي بالترتيب الحروف الأبجدية الترتيب الهجائي. اوكي، ترتيب الأبجدية الحروف الهجائية، ترتيب الحروف الإنجليزية عن الـ A للـ Z from A to Z. Words in a dictionary are in alphabetical order. الكلمات الموجودة بالقاموس هي راح يتم ترتيبها على الترتيب الهجائي حروف الأبجدية. اوكي، على الحروف تترتب دائما الكلمات بالقاموس. من تفتح القاموس يبدأ بأول كلمة تبدأ بحرف الـ A ويمشي للـ B و C لحد ما يوصل لحرف الـ Z. هيك الكلمات مرتبات. زين، شلون راح أرتبهن؟ أول شيء يقول لك when words are in alphabetical order، عندما الكلمات يتم ترتيبهن حسب الحروف، they are in order by first letter، يتم ترتيبهن أول شيء حسب الحرف الأول. أول شيء من كلهن لازم يبدأ بحرف A. أوكي، لأن هنا أول شيء فرح أبدي بحرف A، ومن يخلصان اللي يبدأ بحرف A أروح على اللي يبدأ بحرف B، من يخلصان حرف B أروح على حرف C، وهكذا حرف ورا حرف. كملت الترتيب على أول حرف، كملت وراها راح يجينا كلمات مشابهة اثنين يبدأ بنفس ال A، يعني فد 10 كلمات يبدأ بحرف ال A، 10 كلمات يبدأ بحرف B. فش أسوي هنا؟ When the first letters are the same، عندما تكون أول الحروف الأولى هي نفس الشيء، they are in order by second letter، راح يتم ترتيبهن بالحرف الثاني. تقوم تعتمد على الحرف الثاني، يعني أول شيء اعتمدت على الحرف الأول رتبت، بعدين أكو حروف أولى متشابهة إذا نمشي على الحرف الثاني. الـ O يسبق الـ U، فصارت هنا أنا airline أول كلمة، book ثاني كلمة، business ثالث كلمة. وراها هسه رتبت، وراها راح تجيني كلمات حتى حرفها الاول حرفها الثاني هم الشابهات. زين، شلون راح احل هاي الاشكال؟ when the first two letters، عندما اول حرفين are the same، يكون نفس الشيء، they are in order by third letter، راح يتم ترتيبهن على الحرف الثالث، فقوم اعتمد على الحرف الثالث ورتب. وهكذا صارت أول 3 حروف مشابهة أمشي على الحرف الرابع، أول 4 حروف مشابهة أمشي على الحرف الخامس، وهكذا لحد آخر حروف. فهمنا الفكرة عيني؟ زين عيني. instrument و international. بس هنا أنا إذا أردنا رتبهن راح نروح نشوفهم بنزمة على مدى الحل على السريع ونخلص. الترتيب مثلا راح يصير careful أول وحدة، بعدين click، لأن ثاني حرف C، بس هاي وراها ثاني حرف A، هاي ثاني حرف A، هاي ثاني حرف O. فكيرفول وكليك وكوميونيكيت، وراها الدي دايري، وراها الاي الكشن، وراها الاي ايكون، وراها الاي هاي، وراها السي، وهاي الاي وراها ان، فاكيد هاي قبل هاي. ايكون انتربريتر والباسورد سوفتوير والسوليوشن. ليش هاي السوفتوير قبل سوليوشن؟ لان اول حرفين مشابهات، بس الاف ثالث حرف قبل الال ثالث حرف. انتهى، ان شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. بس شوفوها بالدليل اللي يحبون يتأكدون من أجوبتهم، ذني الباراجرافات أول ما سولفنا، وذني هذا التمرين اللي قلنا عليه مهم أبو الفراغات. هنا أنا شفتوا كانت تورست فاعتمدنا على النمبر وخلينا أنزه الأمور بس حتى تطمئنون، وهذني الجمل، وهذا التمرين قلنا عليه مهم مع الكامباني، وهذا حساب الترتيب الحروف. ان شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة.